أنا الملكة، ما حدا غير الملكة، ما حدا غير درة. قررت تفرجيكم الوجه التاني اللي تعدى حدوده وقلبه ماسح وبيسيع الكل. بسيطة مملكة دردر ما بتهز العواصف، هون أنا النظام. منيحة هيدي أكيد خسران، أنا العدالة، هون أنا اللي بأمر. بس اتمنوا اطلبوا واتمنوا أي خدمة يا باشا. انضباط انضباط. أي خدمة يا باشا، كتار اللي تعدوا حدودهم هالموسم. أنا الليلة رح أتعدى حدودي كمان. إزيكم يا حبيبي؟ حلوة اليوم. الحمد لله. الهان مدرة وصلت مباشرة على الأكاديمية. الحلقة جاية الليلة ومعايا هدايا واخبار للطلاب. شفتوا ملا هديه ناطرينها؟ ما هيك وحشتوني وحشتوني وحشتوني. الله عليك. وحشتوا عيوني يا عيوني انتو. كيفكم؟ تمام. وانت كيفك؟ خايفين؟ لا. جوعانين؟ والله بحق لكم مش قليلة قبل محطة وحدة. ياي. واحد منكم رح يغادر البرنامج. شو يا حنان؟ شو يا حلوة؟ يا أنا يا هي بالأكاديمية. يا هي بالأكاديمية. لا أنتي ولا هي. ولا كل البقية. ما فيش غير الهانم درة سيدة الأكاديمية. أيوه. محمد أهلين وسهلين. معقول الليلة تنتقل للنهائيات؟ إن شاء الله. أم رح تزور طن درة؟ لا، خلينا النهائيات أفضل. مروان. يا نعم. بعد ولا مرة جربت النهائيات؟ الحمد لله. شو رأيك تجربها الليلة؟ حسابك. مش رح نختلف. طيب. نسيم. اتفضل. لا لا اتفضل. لله اشتقت لك حبيبتي. وانا اكثر. انت ما اشتقت لي؟ اشتقت لك اكيد، بس ما بدي اشوفك، خليها بالفاينل احسن. هيدي مروان. أم حنان ونسيم؟ أم محمد عباس لوحده؟ أم محمد ومروان؟ أو هايدي ونسيم؟ الله عليك، ليش أنا سميتيني مرتين مثلا؟ أو حنان ومحمد؟ صعب صعب. أنا عارف. مين آخر ثنائي رح يكون له الشرف إنه يصير درة؟ يا ربي مش أنا. يا ربي مش أنا. حنان كيفك؟ تمام. وانت كيفك؟ انت كيفك عفراء رفيال؟ اوه. له فقدة ما هي؟ بلاش بلاش، مش عايزينها تبكي. اكيد، خليني افكرها. مروان. يا نعم. هل ايفان لك شو صار لك؟ شو صار لك؟ لك شو عامل؟ ولك شو عامل؟ هذا رفيال. عباس وهايدي. نعمين. عملتولي إياها، كن منصفاً يا سيدي القاضي. ما عجبتكيش بذمتك. الليلة رح تترشوا درة تعفي عنكم. ما كتير تكونوا مرتاحين. الليلة قصة كبيرة. الليلة آخر إطلالة لدرة. رح ودعكم. شو بتحبي تلعبي يا درة؟ أخبارك ما بتخلص. بدي أطلب من نسيم ومروان يتفضلوا على الطاولة. الله. قدامكم في
كبايات مروانة مي وورق. بدكم تفتحوا الورقة بالدور، وصاحب الورقة الأكبر بيرمي المي علي قدامه. في خمس محاولات، اللي بياكلها ثلاث كبايات من الخمسة بيكون نوميني معنا. يلا 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 يا نسيم. قد ايه طلع؟ انا ثلاثة وهو اثنين. يلا سوري مروان. ما تلبش علينا. طيب يلا 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 سوري مروان. يلا بسرعة. مروان مبروك الحمام. مبروك. كمل. حط انت 10 نواي 8. سوري نسيت. جاهز؟ ريدي؟ حلو يا مبسوطين ايه؟ عم نضحكوا؟ مش هون تحت. يلا خلينا نكفي. كفي حبيبتي كفي. انت ما يلا انت 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 يلا انت انت اول شيء. سبعة. انت نسيم؟ اه انت؟ ايه اضرب. اوكي اضرب اوكي. نسيم مروان بس مش احنا. مروان بس فيكم تصحنوها. مروان بس. مبسوطة دور رجلك. 2-1. هي كم؟ ده ايه ده مش فاهمه. اكيد انت يا مروان انت الاكبر. مش عايزين الورق اكيد. ده يملحق ده بيكون. صرنا اثنين باثنين باثنين باثنين. اه يلا تسعة. انا يلا خدها خدها مش مهم. خلاص خدها. خلاص اوكي فاين. مروان مبروك الحمام ومبروك التأهل للنهائيات. مبروك مروان. ونسيم ما اقدرش على بعدك حبيبي. بعد عندك النومينيشن قبل التأهل. مبروك مروان. مبروك. هايدي يا هايدي. اه ده ده ده. يا ده ازيك؟ طمنيني عنك. الوضع مش مريح ابدا. ليه؟ انت شايفه في ميه وزحمه ونومينيشن وكل حاجه بايظه. انت من الاشخاص اللي بيشتغلوا قوي 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 قوي. لا ربنا يخليك يعني ما وحشكيش غالي. انا في رساله الي. انا بحب الرسايل. جيبيها من وراكي بقلب التكاية. حضرية. اوكي. حضرة الانسه هايدي موسى المحترمه. طيب من فوق. عزيزتي هايدي. ايوه. هذا الاسبوع لم تكوني بالمستوى المطلوب، وايضا خلال كل الاسابيع ال 14 في الاكاديمي. الليله التسميات الاخيره وستبكين بشده. ستمتحنين للمره الاخيره، وعليك أن تقدمي أفضل ما لديك لتثبتين نفسك. إذا أنت هذا الأسبوع في ضيافة الدور. شو شعورك؟ شكلك مش مصدقة. أنا ونسيم. طيب صعبة. إذا مش مصدقة ريا سطر إيه؟ سطر لا. عزيزتي هايدي، أيضا خلال كل الأسابيع ال 14 في الأكاديمي بشدة ستمتحنين للمرة الأخيرة، عليك أن تقدمي أفضل ما لديك. إذا أنت هذا الأسبوع كمان نفس النتيجة. فهمتي؟
للأسف أنت رح تكوني مع نسيم بدائرة الخطر. هايدي يا مصدومة بعد فيك مالي للرسالة اللي ورا محمد أو تحت محمد ما بعرف. صوري يا أختي. أنتو يا جدع حضرتك عباس أموريني. يلا أنا لارا اجمعيها برسالتك وقريها. عزيزتي هايدي علي صوتك. عزيزتي هايدي هذا الأسبوع لم تكوني بالمستوى المطلوب لكن أفضل، وأيضا خلال كل الأسابيع الـ14 في الأكاديمي تقدمتي أكثر وأكثر. الليلة التسميات الأخيرة وستبكين دموع فرح بشدة، ستمتحنين للمرة الأخيرة، عليك أن تقدمي أفضل ما لديك في البرايم الأخير لتثبتين نفسك. إذا أنت هذا الأسبوع لست نوميني ولن تكوني في ضيافة الدور. مبروك تأهلت للنهاية. ألف مبروك هايدي، ضمنتي معادك بالنهائيات. زغلطي يا درة. بعد في حنان وعباس، بدي اطلب مني ومن عباس تتفضلوا في جاطين باسمكم تحت المراية، حطون على الطاولة لتحديد المصير. قدام كل واحد منكم جاط من الطحين، بدكم تنفوا على الطحين لتوجد الرسالة داخل أنيني. إيديكم دايما ورا ورا ظهركم. كنت نفخوا. طب طب ازاي يعني؟ يلا ازاي كده في وش بعض يعني؟ انفخي يا حنان انفخي. اوه ايه اقوى اقوى. يلا يا شاطرين يلا. يا لهوي بص بعد ما لقيتوا الأنينه اقوى اقوى بتبين اقوى. طب وانا طيب شو يلا يلا افتحيها. قلت لك انا قلت ميه، انا ما كنتش عارف ان هي بتاع. شيليها بايدك يلا. يلا نعمل ايه؟ افتحيها. نفتح. راها مبروك تاهلك للنهائيات محمد عباس. مبروك. أنا وحنان نومين. نومينيه الأسبوع الأخير حنان. هيك صرنا نعرف مين تأهل. هايدي، مروان، محمد عباس. مبروك والنومينيه لآخر أسبوع هن حنان. النومينيه الأول نسيم. نسيم. النومينيه الثاني حنان. يلا يا حلوين درة هانم لازم تروح تحضر حالها. رح نشتاقلك لسنة الجاسم درة. علشان النهائيات. يا ويلي شو ناطرني. يا ويلي. باي 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 يا حلوين. باي.